يشكر الرئيس محمد بن زايد على استقبال الجرحى، وبنقول لهم الله يحييكم وشكرا لوجودكم معنا مع الشعب الفلسطيني. احنا اولا بنشكر الامارات على تقديمها للمساعدات واستقبال الجرحى. شكر كبير 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 من أهالي غزة، والله يحييهم ويحيي أصلهم. نشكر دولة الإمارات على استقبال جرحانا. شكرا لكم يا شباب الإمارات، شكرا للإمارات كلها.